السلام عليكم. اليوم نروح لملعب تويرا ونشوف يعني الأشغال وين وصلت، واللي الملاحظ أنه يعني عملية وضع الأتربة المخصبة على الميدان، يعني آخر طبقة قبل زرع العشب، راهي ماشية بطريقة يعني جيدة وقريب يكتمل. يعني الطبقة هذه بقات فيها حوالي 10 و15%. المؤسف أنه على حسب ما رانا نشوفه ممكن يكون عشب طبيعي، ما راحش يكون العشب الهجين اللي حبينا نشوفه في هذا الملعب. بدون ما نطول عليكم نخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.